عقدت اللجنة المنظمة لبطولة صاحب السمو رئيس الدولة لاختراق الضاحية مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات بنادي خورفكان الرياضي الثقافي بحضور صالح محمد بن عاشور الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوة وراشد سلطان الكتبي أمين السر المساعد بالاتحاد وسلطان العبيدلي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي والمشرف العام للألعاب الفردية بجانب الكابتن جمال شبراوي المشرف الفني للألعاب الفردية والجماعية بالنادي. إن شاء الله هاي البطولة راح تكون هي نهاية بطولات ألعاب الضاحية أو بطولات الضاحية وبداية خيرة في عام 2020. نسأل الله إن شاء الله أن يوفقنا بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة وصالة عن نفسي وبالنيابة عن رئيس أيضا مجلس إدارة نادي خورفكان. نرحب فيكم ونتمنى إن شاء الله تشرفونا في هذه البطولة. استهل الأمين العام للاتحاد حديثه بإلقاء الضوء على البطولة التي تحتضنها مدينة خورفكان والأجواء المثالية التي تحيط بالمدينة باعتبارها فرصة لوسائل الإعلام ولكل الراغبين في رؤية مدينة تجمع الحداثة والتاريخ ومشاهدة البطولة التي ستقام عصر الجمعة المقبل تحت رعاية نادي خورفكان الرياضي الثقافي، مؤكدا بأن النجاح الذي حظيت به البطولة الفرقية في شهر نوفمبر الماضي له الأثر الكبير في إقامة بطولة صاحب السمو رئيس الدولة بالمدينة ذاتها بمشاركة 800 لاعب يمثلون 22 ناديا في أول انطلاقة لها خارج إمارتي أبوظبي ودبي. اخترنا صعدنا المسافات اللي هو العموم 10 كيلو، الشباب 8 كيلو، والناشئين والأشبال اللي هو 4-2. طبعا اخترنا نحن 8 كيلو والعشرة كيلو على أساس نشوف وين وصلنا بالنسبة لمسافات الضاحية لاعبينا عن الفرق المنافسة، لأن اليوم نحن بصدد تقديم أو اختيار منتخب وطني يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الضاحية الخليج أو العرب. كما قدم راشد سلطان الكتبي شكره لراعي البطولة مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، كما أثنى على أجواء المدينة مؤكدا بأنها تحمل كل مقومات النجاح. مشاهدينا بهذه أيضا المسابقة بطولة كأس سمو رئيس الدولة الفرقية لاختراق الضاحية من نادي خورفكان الرياضي الثقافي الذي سوف تنطلق بإذن الله يوم غد. من هذه المسابقات الرياضية المنتشرة حقيقة في مدن إمارة الشارقة نتوقف معكم في أجواء مميزة ومن ثم نتابع معكم صباح الشرقية، ابقوا معنا.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد ومستمرين معكم في صباح الشرقية. الشباب مشاهدينا هم قادة المستقبل وأساس المجتمع، بجهودهم ترتقي الأمم وتتحقق الطموحات. اليوم معنا في صباح الشرقية أحد الشباب الطموحين في مجال ريادة الأعمال. نصبح بالخير على خالد مروان المصري، صاحب مشروع ديجيتال ماركتينج. مروان صبحك الله بالخير، يا مرحبا وسهلا فيك. صباح الخير مريم. طبعا أكيد دائما الشباب هم متميزين في كل المجالات، واليوم نتكلم عن مجال ريادة الأعمال كمشروع أيضا مميز ومختلف لمروان. المشروع تقريبا ديجيتال ماركتينج، أو نقدر نقول عنه مشروع ديجيتال 1990X. مزبوط. شو فكرة المشروع؟ حتى من الاسم اسم غريب ومميز. تمام، أوكي. الديجيتال ماركتينج عامة اللي هو التسويق على التكنولوجيا. نعم. على من الإنترنت أو كده. دلوقتي أنت عارفة الإنترنت هو المستقبل. هو المستقبل. فالناس دلوقتي البيع والشراء، عمليات البيع والشراء بقت على الانترنت. لو عايز توصل للمستهلك اسهل طريقه هي على الانترنت. فده اللي احنا بنعمله. احنا بنحاول ان احنا نشتغل مع شركات او بيزنسز ان احنا نسوق لهم منتجاتهم او خدماتهم على الديجيتال ماركتنج وعلى سوشيال ميديا. تمام، يعني نقدر نقول يعني متخصصين في التسويق اكثر. بالضبط. عن طريق يعني التسويق الرقمي نقدر نقول. نعم مزبوط. يعني احنا بنحاول ان احنا نوصل الكلاينت او البيزنس بالمستهلك، وان احنا نحاول نفيد البيزنس. يعني جميل. طيب يعني عمرك تقريبا 22 ولديك مشروع خاص في هذا العمر، ومشروع مميز، ومشروع فيه افكار جميله. شو السبب؟ هل يعني هذا طموح الشباب؟ هل الشباب اليوم أصبح لديهم طموح يعانق السماء؟ هقول لك، أنا بدأت من 4 سنين. أنا كنت محظوظ إن من 4 سنين لما جيت دبي إن أنا أشتغل في دبي، لقيت فرص عمل كتير جدا، والحمد لله اشتغلت على نفسي كتير، وكنت بقعد وأدرس وأحاول إن أنا أطور نفسي كخالد يعني. فالحمد لله وصلت لمرحلة إن أنا جاهز إن أنا أفتح حاجة تبقى بتاعتي، أو إن أنا أشارك حد وأفتح حاجة تبقى بتاعتي. فكان عندي الخبرة، ولكن العمر ما كانش مهم. يعني السن بالنسبه لي مش مهم. عمره ما كان العمر بالضبط. فبس طالما الخبره موجوده انا كنت جاهز ان انا ابدا حاجه بتاعتي. والحمد لله بدات كويس جدا، ما كنتش متخيل انها هتكبر كده اكيد. بس الحمد لله كبرت في السنتين اللي فاتوا دول، وانا بداتها وانا عندي حوالي 20 سنة. فبدأت بتفكير، بدات بان انا اكتب على ورقه وقلم، بدات ان انا احلم انا وزياد شريكي، وبدانا ان احنا نفكر عايزين ايه لقدام. نعم. طيب يعني هل كان في دراسة تخصص معين حتى يأهلك أنك تدخل في هذا المجال، أم أنه هي كانت مهارات فيك وأنت تشوف أن أنت مستعد للخوض في هذه التجربة؟ أنا بدرس دلوقتي، أنا لسه ما تخرجتش من الجامعة. لأن عمر صغير، أنا قاعدة أحلل العمر أقول لا هو أكيد يدرس بعده في الجامعة. أنا لسه في الجامعة، أنا هتخرج قريب إن شاء الله. بس أنا بدرس ديجيتال ميديا اللي هو التنفيذ بتاع الديجيتال ماركتنج، اللي هو التصوير والجرافيك ديزاين ده أنا بدرسه. ولكن الماركتنج نفسه أنا ما درستوش. فبالتالي انا دي حاجه حاببها، فدي حاجه حاببها انت هتكون كويس فيها، هتتعلم فيها. طالما عندك الباشن او عندك الحاجه بتاعتك انت بتحبها، فبالتالي هتقدر ان انت تشتغل على نفسك عشان توصل لهدفك. جميل. وهل معك شريك في هذا العمل؟ معايا الشريك زياد القاضي. نعم. بدا معايا من دي 1 وبدا معايا المشوار، وما كنتش اقدر اوصل اللي انا فيه دلوقتي انا وهو يعني من غير بعض. أكيد. جميل. اليد الواحده ما تصفق مثل صح ما يقولون. مزبوط. جميل. هل المشروع لا يعني مكان مخصص ام عن طريق الانترنت؟ هو دلوقتي احنا اللي بنحاول نعمله ان احنا بنحاول نجمع ناس تشتغل معانا من كذا حته ومن كذا بلد. الفريق. الفيرتشوال سيستم، احنا بنينا فيرتشوال سيستم اللي هو نقدر نتواصل بيه مع بعض. برضو ده يرجع للفكره الاساسيه بتاعتنا اللي هو الديجيتال. فاحنا عم بنين، طالما انت معاك لابتوب او معاك الجهاز بتاعك انت هتقدر تتواصل مع التيم كله ونقدر نشتغل مع بعض. طبعا هو اصعب بكتير جدا من انك تبقى شغال من مكتب او كده، ولكن ده التطور. يعني دلوقتي في شركات كتير جدا بتعمل الموضوع ده في الميدل ايست وبر. فالحمد لله طالما انت قادر توصل لمرحله ان انت تدير شركه او تدير تيم فيرتشوال، فالشغل بحد ذاته تميز. بالضبط. نعم. فالشغل ده مختلف. نعم. بهذا التميز وبهذا الفكر وبهذه السيطره على البزنس من خلال الفيرتشوال، او ممكن الفكر اللي مش محتاج اليوم ان اكون على ارض الواقع حتى ان انا اصل لاهدافي. بالزبط. اعتقد التيم اللي راح تجمعونه راح يشتغل معاكم راح يكون اعضاء مميزين، راح تختاروهم صح. بعنايه. مزبوط. فاهميه انه يعني ايضا اللي راح يشتغلوا معاكم يكونوا موازين لنفس الفكر. صح مزبوط. وده يرجع تاني لفكره 1990X كاسم. اسم 1990X هو
1990 اللي هو 1990 تمام، اللي هو 1990 ده الجيل او ده الديجيتال ايج، وهذا اللي عرفنا ان انت تدعم يعني ابناء التسعينات بالضبط. نعم. ده اللي احنا بنحاول نعمله، التيم كله شباب، واللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنشغل معانا شباب، مش بس عشان الشباب هم المستقبل وكده، ولكن الناس بتجيلنا بيبقوا عارفين ان هم جايين لتيم شباب، فحتى الشركات الكبيره كده بتيجي تشتغل معاك عشان عارفينك هتطلع بالافكار الجديده. ان هيدوك مسؤوليه وانت قد المسؤوليه، انت مستني فرصه، واحنا الشباب كلنا مستنيين فرصه، فطالما الفرصه دي جات لك انت هتاخدها، وده دي حاجه في الشباب يعني انا اشهد بكده، انت هتاخد الفرصه دي وتكبرها. نعم، انا شفت فيك استغلال الفرص، يعني انت قلت لما وصلت لدبي او لدوله الامارات بشكل عام شفت ان الفرصه يعني موجوده، الاقتصاد يفتح المجال للجميع، لذلك انت اقتنيت الفرصه ودخلت في هذا المجال، فاليوم نشوف هذا المشروع المميز. ف كيف تشوف هذا ايضا المجال، هذا المجال يخدم اليوم شركات الاعمال، كيف شفت النتائج من خلال هذا المشروع الخاص فيكم؟ احنا الابروتش بتاعنا او طريقه الشغل بتاعتنا مختلفه شويه، فالحمد لله الشركات لما بتيجي تشتغل معانا بيكونوا مبسوطين ان احنا كلنا بنشتغل كتيم واحد، مش بنحسس الشركه اللي شغاله معانا او الكلاينت او البيزنس اللي معانا ان احنا شغالين عنده او بنخلص له شغله بس، لا بالعكس احنا كلنا بنشتغل كتيم واحد، وبنروح ونقعد معاهم ونروح وننزل ونشوف السايد فيزيت معاهم ونعمل الكلام ده كله، فبيحس انه في روح تيم كاملة شغالة. الحمد لله العلاقة بتكمل. جميل. طيب أكيد يعني مسابقات اللي مش المسابقات عفواً، لكن التحديات اللي دائماً أنت ممكن تتحدى فيها نفسك، وأيضاً يعني شريك العمل معك أكيد دائماً في أهداف معينة تحطوها دائماً أمامكم حتى أنكم توصلون لها، لذلك اليوم ما شاء الله هذا المشروع مميز، فالأهداف المستقبلية لهذا المشروع بعد تكوين الفريق اللي راح يكون معاكم. للأسف دلوقتي احنا عندنا مشاكل، مش مشاكل لكن عندنا صعوبات كتير، تحديات، احنا لسه بندرس، وانا دلوقتي عندي الدراسة وعندي الشغل وعندي السباحة، فانا بتعامل كأنهم ثلاث وظائف، فان انا اقدر انجح في الثلاثة لازم ابقى بدي كل حاجة. نعم. عندي اهداف في السباحه، عندي اهداف في الجامعه، عندي اهداف يعني هذا اللي كنت بسال عنه، بس قلت خلني شويه اجل، لكن أوكي. يعني السباحه والدراسه والبزنس هذا يعني بحد ذاته يعني محتاج تنظيم وقت، تنظيم افكار واهداف حتى انك تصل لما ترغب له، فكيف تنظم وقتك؟ اهم حاجه بالنسبه لي ان انا لما جيت ابدا قررت ان انا يا اما عايز ان انا اعمل الثلاثه مع بعض يا اما مش هعمل الثلاثه مع بعض، فخدت القرار وقعدت مع نفسي وقررت ان انا عشان اعمل الثلاثه مع بعض لازم اضحي بحاجات كتير جدا، ولازم اكون منظم وقتي كويس جدا. شو اللي ضحيت فيه او اعطيت اولويات؟ وقتي مع صحابي او وقتي ان انا عايز اعمل حاجه لنفسي، او انا شايف انا عايز اسافر او اروح او كده. للاسف بيكون صعب لانك انا بتمرن كل يوم، الشغل كل يوم، عندي تيم كامل لازم اديره، ولازم غصب عني ابدا يومي من بدري جدا، انا بصحى اول يوم بصحى الساعه 6 الصبح، ومفيش ناس كتير جدا في الجامعه او ناس في سني بيصحوا بدري وبيومهم كلهم بيشتغلوا فيه، ف ده الفرق او ده اللي انا قررت ان لازم اعمله عشان اقدر ان انا انجح في الثلاثه. يعني نقدر نقول وضعت اولويه الشغل والمهام مزبوط. وحمل المسؤوليه اكثر من الراحه، ضحيت بالراحه. مزبوط، بس انا راحتي في شغلي وانبساطي في شغلي الحمد لله. يا سلام، جميل جميل نشوف الواحد ينبسط في شغله ويرتاح في شغله، لذلك انت مبدع في هذا المجال. فايضا من يعني نقول ان في اهتمامات يعني مختلفه عندك عن رياده الاعمال وانتاج المحتوى، مثل ما قلنا هي السباحه اللي مارستها في سن 7 ايضا من عمر صغير، بنلاحظ ان السبق عندك في جميع الامور تبدا من عمر صغير، فهل دائما الأساس الصحيح لأي شخص هو اللي أيضا يفتح له المسارات أمامه للوصول لمراحل متميزة؟ مظبوط، ولكن أنا اللي أنا وصلت له دلوقتي في الشغل هو بسبب السباحة الحمد لله. أنا بدأت سباحة من سن صغير جدا، من سن 7 سنين، السباحة علمتني أن أنا أكون ملتزم، أكون بنظم صبور. وقتي كويس قوي، أكون صبور. أنا وأنا في المدرسة كنت بتمرن بدري جدا قبل المدرسة، يعني 5 الفجر بعدين اروح المدرسه اخلص بعدين ارجع اتمرن تاني، عشان كنت بشارك ببطولات في مصر، بطولات مناطق وبطولات جمهوريه، فكان لازم انا التزم وان انا اتمرن كويس وان انا في نفس الوقت عندي دراسه. غدا في عندنا مسابقه في مدينه كلبا يعني للسباحه المفتوحه. مظبوط، يعني المفروض تكون مشارك فيها. مظبوط، لك انا مش سباحه مفتوحه، انا مسافات قصيره، اللي هي مسافات المسبح. مظبوط، جميل. فيعني تنظيمك لوقتك كل هذه الامور اللي دائما الانسان يحددها من ضمن اولوياته وايضا ينسقها هي اللي تخدم انه يوصل لهذا المجال. صح. جميل. اليوم عن الموضوع اللي نتكلم عنه وهذه الفكره تقريبا الفكره جدا مميزه اليوم تخدم سوق العمل، ما اهميه ان دائما الواحد يختار مشروعه بما يتوافق مع سوق العمل وايضا تطلعات الدول بشكل عام. صح. او شو المطلوب حاليا، شو الزباين اللي محتاجينه، وايضا كيف انا اواكب التطور. فمشروعكم بشكل عام نقدر نقول مشروع متطور يواكب الافكار الحاليه. صح، احنا مشروعنا
دي طريقه اللي انا بشوف مشروعنا نقطه في بحر. كل يوم بيطلع فكره جديده، كل يوم بيطلع مشروع جديد. في ناس كتير قوي بتطلع بافكار وبتاخدها وتنميها وتعمل افكار احسن منها بكتير. ممكن بكره حد يجي يعمل اللي انا بعمله ده احسن مني بكتير ويطبقه بطريقه اشطر مني بكتير. فهو كل يوم في تطور، كل يوم. فانا ما اقدرش اقول لك في ايه جاي او في ايه اللي ممكن ان احنا نلاقيه جاي، بس دلوقتي كل حاجه يعني في التقدم هي على ديجيتال ميديا او على الانترنت او على السوشيال ميديا. فهو يعني المستقبل هو السوشيال ميديا والانترنت وال طبعا. وانت اخترت المجال الصح، ان دائما الحين اللي صار مهيمن في حياتنا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، واللي انتم فعلا فعلتوها بطريقه صحيحه من خلال المشروع، سواء كان من الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي. مزبوط. اليوم ممكن توصل للزبون بثواني. مزبوط. مش شرط انك ترجع للوسائل التقليديه القديمه. صح. مزبوط. ممكن الصحف. مزبوط. والتلفزيون او الراديو او غيره من هذه الامور. فيعني نقدر نقول اليوم كل شيء مطلوب في سوق العمل، كيف احنا ممكن نواكبه بافكارنا المتجدده. فطبعا يعني تطلعاتك المستقبليه للشركه؟ للشركه وايضا كشخص، بما ان اليوم نشوف شخص يفكر بطريقه مختلفه واستثنائيه عن الباقيين. انا هقول لك للثلاث حاجات بتوع للدراسه، انا لسه عندي كتير قوي نتعلمه. انا عندي خبره قليله جدا، ولسه عندي مش ممكن دلوقتي اقول ان انا عندي خبره وخلاص فتحت شركه وكده، لا بالعكس، انا عايز اكتسب خبره اكتر. انا لنفسي عايز ان انا ادرس، اروح وادرس في حتت مختلفه ومجالات مختلفه. للشغل عايز ان انا اكبر الشغل ده جدا، عايز ان انا احاول ان انا اساعد الشباب على قد ما اقدر. شباب كتير قوي بيكلموني وعايزين ان انا اساعدهم يلاقوا شغل او كده، وبييجوا يشتغلوا عندنا وما عندهمش اكسبيرينس او ما عندهمش سنهم صغير او لسه في الجامعه او كده، فاحنا بنساعدهم ان هم يبداوا. فانا عايز ان ده يكمل، وعايز ان احنا نفضل نكبر ان شاء الله، وان الشركه تفضل يعني لسه بنفس الفاليو، لسه بنفس ال 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 الكور او الكيمه بتاعت بالظبط. وبالنسبه للسباحه، انا لسه الحمد لله في انجازات كتير قوي حققتها، ولكن في انجازات لسه ما حققتهاش، ومن ضمنها ان انا انزل اشارك في بطولات تاني في مصر، وان انا احاول اخش المنتخب مره كمان. فده بالنسبه لي حلم. بس ودي الثلاث حاجات اللي انا بحاول اسعى لهم. جميل. يعني انا اشوف ان في خطط موضوعه بالزبط. فهل دائما الشخص، هل تؤمن بهذا الشيء، يعني ان الشخص لما يكون واضع اهداف او رؤى ومخطط لاموره، افضل ما انه يقول لا لما بوصل الخطوه اللي بعدها راح تنفتح لي اكيد خطوات ثانيه، او ممكن بشوف شو اللي راح يصير. صح. فهل هي الخطط، ولا انه ممكن اتريا شو راح يصير لي بعدين؟ من رايي لازم تحط لنفسك خطه قصيرة لوقت قصير، وخطة على المدى البعيد. فأنت تبقى بتلعب على الخطتين، وحاجات صغيرة تقدر تعملها في يومك تساعدك أنك توصل للحاجات دي. أنا أول ما بصحى كل يوم قبل ما أمسك التليفون أو أي حاجة بكتب ثلاث حاجات أنا عايز أحققهم في يومي. فبالتالي أنا كل يوم بكرر الموضوع ده، فبوصل لمرحلة الحمد لله بحقق كل حاجة أنا عايز أوصلها. جميل. يعني قبل ما تنام أعتقد أنك أنت تكون حققت الأشياء اللي بالظبط. وإذا ما حققت شيء تزعل من نفسك؟ بحققهم. بالتوفيق إن شاء الله خالد مروان المصري، صاحب مشروع ديجيتال ماركتينج. بالتوفيق إن شاء الله بهذه الأفكار الإبداعية وهذا الطموح الجميل في الشباب. فبهذا العمر الصغير لكن ما شاء الله طموح كبير وعقلية كبيرة. فبالتوفيق إن شاء الله، ونشوفك إن شاء الله رائد أعمال كبير على مستوى العالم. شكرا مريم. بإذن الله. شكرا لك.